هو الصاب اكيوت ده نوع ولا عيله برضو؟ عيله هتبقى عيله زي عيله الكرونيك كده، يعني فيها كذا مرض كلهم تبع ايه؟ صاب اكيوت. اشهر مرض في العيله اسمه صاب اكيوت لوبس، يعني انا ايه اسم العيله على اسم الشخص يعني. ماله الصاب اكيوت ده؟ اولا قبل ما اتكلم مين يقول لي الابيديولوجي بتاعه الايج وال6؟ 3 1 قول له السن ابتدى ايه؟ ها؟ شويه. عشان كده يا جماعه بصه واحده للعيان بتوجهك. راجل عنده 900 سنه وفي الارض فخلاص يبقى في الغالب كوتينيوس يعني. السن ابتدى يبقى ميد واي كده يبقى صاب اكيوت، سنه صغير ونسبه الفيميل اعلى يبقى انت على طول اكيوت. يبقى ده السن تعرف. طيب اخباري بعد كده الايتيوباثوجينيسيس؟ خلاص بقى نفس الكلام. يعني نفس الكلام جينيتيك ونحطه في الشمس واشياء اخرى. ليه هنا اشياء اخرى؟ مش احنا يا جماعه قلنا ان انا كل ما اروح ناحيه السيستم في تريجر ثانيه بتطلع الادويه والمينستيرويد صح؟ هناك انت في الكوتينيوس افهم كان الموضوع محكوم عليه ان هو ايه؟ كوتينيوس بس يبقى جلد بس وشويه ادويه. هنا بقى جلد وادويه وهرمونه ممكن لما اروح للاكيوت هتلاقي كل حاجه بقى فاهم؟ طيب بصوا ده حتى في دراج انديوزد كمان في ايه؟ دراج انديوزد. طيب بص بقى الكلينيكال بيكشر عايز افهمها ما تنساهاش في حياتك. المرض ده له خمس ست كلمات كلينيكال. اولا المرض ده بيجي في الابر بارت اوف ذا بارت مشهور جدا يجي في الشيست في الابر بارت ماشي؟ انا شايف الصوره كده الليجن بتاعته مميزه جدا طبعا فيها فوتو سنسيتيفيتي الشمس لسه لها ايه؟ دور. الليجن دي بتيجي ليها صفتين يقول لك يعني شوف باين جدا من العين صح؟ وممكن يشبه السورايسيس يبقى سورايسي 4 يعني اللي فوق ده سورايسي 4 عامل زي السورايسيس واللي تحت ده ايه؟ انيولار. بص يا جماعه اللي مش عارف الكلمه دي لازم يعرفها كويس جدا. صب اكيوت اللي ايه؟ بيجي يا اما انيولار بس على فكره ايديسيما وسكيل وكل حاجه بس هتبقى اقل حده من مين؟ ده حتى ده يخف من غير سكار او سكار خفيفه جدا عارف ليه؟ ما انت خلاص ابتدى الانفلاميشن ايه؟ عشان كده المرض ده بيخش في الديفرنشال بتاع السورايسي فورم ليجن وبتاع الانيولار ليجن. الناس الجداد بيسيبوا نفسهم لسه شويه، يعني انا ادي حاجه انيولار تقعد تقول له ايه اديسيما انيولار، انيولار سورايسيز، انيولار ساركيدوزيس وتقول له سب اكيوت ليه؟ يعني انا عايز احط كلمتين كده حلقه في ودني، الانيولار والسورايسي ايه؟ المرض انيولار ده داخل معاه، المرض سورايسي فورم يعني ايه سورايسي فورم؟ يعني سورايسيز يعني زي مثلا بتريزولوزيا ولا بتاع ده داخل معانا برضه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب المرض ده كام كلمة حتى الآن؟ مين يقولهم معايا؟ أولا يجي في الأبر بارت أوف ذا بادي أنيولار سورايسي 4 سكارينج مينيمال أور أبسنت. حلو كده؟ لما أجي أسألك سؤال منطقي إيه أخبار السيستميك أفكشن؟ هتقول لي هنا النسبة تعلى مش 5% بقى ها ده 10 15 أب تو ممكن أب تو 50% من العيانين يكونوا عندهم لوبس معاه سيستميك صح كده؟ طب ايه الديفرنشال بالعقل كده ها؟ خلاص زي السورايسيس وزي الانيولار وتروح هتبقى في كوما قد كده انيولار ليجن وفي لسته كبيره جدا سورايسي فورم هنطلع البريق خلاص امسك نفسك. طيب السؤال اللي بعد كده هنا لما اجي اعمل سيرولوجي بقى شباب هو انا بعمل سيرولوجي ليه؟ مش انا بعمله جزء من الايفالويشن دبل ستراند ورو لو والكلام ده كله تتوقع ايه؟ احتماليه ان الاقي سيرولوجي تبقى ايه؟ عاليه ليه؟ عشان انا احتماليه السيستمك تبقى عاليه وعلى فكره لو عملت بقى لينا والجوينت وبتاع وارد جدا كل ده الاقيه برضه ماشي. طيب في بقى بس مفاجاه عايز اقولها في مفاجاه رهيبه انا عايز اقولها استنى كده عشان في مشكله كبيره ايوه في مفاجاه حلوه جدا. ايه الهيستوباثولوجي ها؟ كما سبق بس الانفلاميشن موديل انتنسيتي يعني مش هلاقي باتش ودنس والكلام ده كله مش هلاقي دامج كتير والعلاج والايفالويشن قول له هاخد عينه اتاكد وبعد كده ادور ها بس هلاقي ان شاء الله ركز معايا وفي الحاله دي هعالج توبيكال بس في احتمال كبير ايه؟ الاقي كلمتين اللي طلعت بيهم الكلينيكال بيكشر ما انا قلت لك كل مره اللي هنغيره ايه؟ باقي التغييرات مفهومه ده انيولار سيريوسي فور ابر بارت اوف ذا بادي سن صغير فميل اكتر شوف البتاع ده قول له في احتمال يكون صب ايه؟ اكيوت بس في حاجه فظيعه جدا عايز اقولها لك في المرض ده انا لما ادور على السيستم احتمال الاقي ولا ما الاقيش احتمال الاقي بنسبه كبيره فاصل كام في بقى حاجه مهمه جدا
هو السيستميك لوبس لما يحب يضرب يضرب اي حاجه. بس ايه الموست كومن؟ رينال جوينت سكن. وبعد كده اقول بقى بومارو ليبر اي حاجه. بس المشهورين دول. المرض ده لو بصيت مع الريليشن في حاجه جميله جدا في المرض ده، يقول لك لما بيحب يجي للسيستم ياخد ارثرايتس ده متميز يعمل ايه؟ وبص بص الرينال افكشن از ماي او انفريكوينت يعني مش كتير. ودي حاجه حلوه جدا. ليه حلوه جدا؟ اخطر رعب في السيستميك ان يعمل نفرايتس فيلير عن البروسيبلار بتاعت مش عارف ايه. وقول يبقى المرض ده فيه حاجه حلوه. ايه الحاجه الحلوه؟ الرينا فيه ايه؟ بص بص مين فاكر الخمسه فيتشر بتوع الديسكويت؟ ديسكويت، ريسيما، تلانجكتيزيا، سكيل، الكلام ده كله. هنا برضو عايزك تكتب بايدك معايا معلش كده جنب العنوان كده فوق. يا تيتا فوق كده في الصنداره كده. يلا بص بقى يا تيتا. نعم. في علبة بتاعت الكوكيز القديمة دي هتفتحي تلاقي فيها جوابات قديمة وحاجات ده كده. بص بص المرض ده برضه فيه خمس حاجات انا دايما بحب اجمعها من الناس عشان دول بتوع الشغل يعني. المرض ده ماله؟ اولا هو انجلر او سوريسفورس ده اللي يلفت انتباهك في الاول. تاني حاجة الفوتو سنسيتيفيتي فيه عالية وليها انتي بادي مشهور اسمه انتي ايه؟ بص كان قابوس بيسالني ايه الانتي بادي سبيسيفيك للسيستميك كله استناني ده كل حاجه ليها حاجه. ادي اول كلمه لو كان فوتو سنسيتيفيتي بتاع الفوتو سنسيتيفيتي اسمه ايه؟ رو. بتاع الكيدني هناخده وبتاع الجوك لسه ناخد كل حاجه دلوقتي. بس ده معاه ايه؟ يعني انا العيان ده لو طلب منك تعمل له وان سيرولوجي بس على فكره انت لو عملت الدبل ستراند واحتمال كبير تلاقيه بس انت تبقى سبيسيفيك اطلب رو وخلص الموضوع. ثالث حاجه يقول لك ده ايه؟ نو سكار. نو سكار صح؟ نو كيدني اند جوينت. يعني انا مش خايف من السكار ومش خايف من الكلى بس انا عيني على مين؟ مش انا قلت لك هو بيحب يجي ايه ويسيب ايه؟ الخمسه دي بنات ما تنساهمش. الملخصات اللي في الاخر دي بتاعت الشغل بس انت في الاخر في الحياه العمليه مطلوب منك تبقى متوقع حاجتين ثلاثه كده عارف بتدور على حاجه محدده. لو جالي المنظر ده انت مخك ممكن تقول دي سيرسيناتي صح؟ لو انت شخص بسيط جدا عادي جدا الدنيا سيرسيناتي عادي انيولر بياخد انتي فانجل ما يهفش وما اعرفش ايه والكلام ده كله. هتقعد تدور لحد ما تشك في مين ها؟ اسمه ايه اللي انا بتكلم فيه؟ سبع كيوت كوتينيوس لوبس. سبع كيوت لوبس. ساعتها نعمل ايه تو ذا بوينت بقى؟ اطلب انتي رو على طول. بعد كده يطلع بوزيتيف قول له بص ما تخافش الكلام كويسه شوف المفاصل نعمل اكس راي ما اعرفش ايه. يبقى الحاله اتلمت كده. فمش هننسى الخمس كلمات دول ابر بارت اوف ذا بادي انولر سوريسيفور فوتو سنسيتيفيتي رو نو كيدني نو سكار جوينت. خلاص بس كده يبقى الموضوع اتلم. عمال ايه اول صوره ايه؟ دي سوريسيفور. لا دي سوريسيفور هما الاثنين سبع فيك الايه؟ يعني لازم كان ممكن تكون يعني مش عارفك الموضوع بيمشي كده مثلا. انا قاعد بص بس الفوتوسنتيز بص ياما بص طبعا الفوتوسنتيز يعني اسيب خليها على الله. هو بيقول لك ان وشه فيه فوتوسنتيز وجلده او الابر بارت اوف ذا بادي فيه منه الريجن ده عادي مع بعض. يعني هو الفوتوسنتيز دي مش قلت عندك في السايت فوتوسنتيز مفيش فوتوسنتيز فين في الوش او حته اكسبوز. بص معايا هنا يعني ممكن يكون هو عنده فوتوسنتيز في وشه ودي حاجه غير الليجن نفسه اللي هو في الابر بارت اوف ذا بادي مفهوم؟ يا ستي هو في مصيف الراجل هو شغال عامل هو راجل اباحي كده هو انت ليه متخيله ان الحته دي فاهمه؟ لا هو شغال مثلا مانيوال وركر ولا في الارض يروح قالع كده في الارض مش كده يا تيتا فاكره زمان جده كده كان يروح الارض صح يروح قالع كده ويشتغل. انت ليه مش عايز تحط في دماغك ان في ناس كتيره جدا كده عادي يعني هو مش كده يعني وبعدين ربنا كرمه مثلا صيف لنص ساعه ولا بتاع راح مصيف ورجع كده يعني في حاجات كتيره يعني مش عارفه يعني خلاص انت هو مجتمع برده اباحي كده هو حر يعني خلاص ماشي. وخاصه ده في الرجاله اكتر في البلوه الوركر اكتر اللي هو مثلا في الصيف ولا بتاع في طوب ولا بتاع هو تلاقيه من غير بهدوم كده هو بس لون الملامه يعني بس هو يعني بيبقى محتفظ بجزء كده سفلي ولا حاجه عادي جدا ماشي. والعيال الصغيره بالذات تلاقيها
الشوارع كده الحرية على طول يعني. خلاص؟ فكفاية كده، كفاية كده. بص بقى احنا قلنا عيلة دلوقتي اللي هي المرض بتاعها اسمه ايه؟ ودي مشهورة جدا. مثلا سميدة ده يتجوز يخلي فادي يسميه برضو ايه؟ سميدة. بس فتلاقي الواد كده مثلا سميدة 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 تالت وهكذا، بيحبوا الاسم يعني عادي جدا. بس هل في انواع اخرى في العيلة؟ اه في انواع اخرى. في نوع اسمه نيونيتا جلوبس إريسيماتوزس، ده تكتب عليه مهم جدا وتحط جنبه سنسول، وده رهيب جدا يعني. انا بحذركم جميعا من المرض ده. طبعا يعني نيونيتال لا يعني قال كده على كل الاطفال. نيونيتال اول شهر، اول 4 اسابيع، اول 28 يوم، اللي هو اسمه بالعربي ايه؟ ها، حديث المدينه، زي حديث المدينه كده، اللي هو اول ايه؟ اول 4 اسابيع، اول 28 يوم. بص ركز معايا، هو ممكن حد يتولد وعنده مرض كده اوتو ايمون؟ مين فاهم حاجه؟ من مامته، مش الام عندها انتي بادي هتمشي عبر البلاسينتا تروح تعمل مرض في البيبي وخلاص، فالواد يتولد كده. طب استنى استنى استنى، لو حد عايز يفهم، الناس تبص لنا استهدى بالله، ليه ما جبناش سيره الموضوع ده في الكرونيك كوتينيوس؟ يعني زي ما قلناش هناك هناك نسبة السيرولوجي والانتي بادي في الدم قليلة، مش هو ليميت الكوتينيوس ونسبة السيستم فيه قليلة قوي، فنسبة ان انا الاقي انتي بادي في الدم تعمل مشكلة اصلا مش موجودة. الموضوع ده تسمع عنه من هنا وفي السيستم. طبعا يا جماعة الام اللي عندها سيستميك لوبس وحامل، الواد بيتبهدل، ممكن تخش في ابورشن. حد فاهم حاجة؟ ليه؟ ما انت اسمها كله انتي ايه؟ هتعدي البلاسينتا وتبهدل الولد جوه. السب اكيوت بين البنين عندها برضو انتي بادي كافيه انها تعمل مشكله في البيبي، بس تبقى مشكله متوسطه. الكرونيك اللي قبل اللي فات ده اللي احنا خدناه ده، حد جاب سيره ليه؟ يعني ايه يعني؟ مثلا دلوقتي بص، في ام عندها ديسكويد لوبس، ده كان ابقى حامل ممكن ولا عادي افش تو اولد تو جيت بريجننت، يعني احتمال، يعني احنا بنقول في الادر ده احتمال، دي الغالبيه العظمى. وكمان يعني في ناس كده ما جدتنا ما كانت شوفي تيتا مثلا خلفت العيال وكان عندها 70 سنه مثلا، عادي بتوع زمان كده. قد ايه؟ مش عارف انتوا ليه بتضيقوا على نفسكم الحاجه. خلاص انا قصدي لو واحده عندها ديسكويد لوبس وعايزه تبقى حامل، قول لها انا مال، انا بتساليني في حاجه زي كده ليه؟ انا مال ده؟ قول لها يا دكتور انا قصدي يعني رايك العلمي يعني. فانت تقول لها ايه؟ لا، رايي العلمي ان ما تخافش. طب لو سيستميك ده ممنوع، ده جريمه يعني، زي ما هنقول كمان شويه. عارف السب اكيوت ده يفضل لا برضه، لان والد يعمل حاجه في البيبي اسمها ايه؟ بس قبل ما اشرح تبقى فاهم، النيونيتال هيبقى خطورته مش كبيره قوي، زي لو الحاله ايه؟ ما احنا هنقول لسه، هنقول انا لسه بقول يا ستي، ما انا هقول، انا وهقول لك نعمل ايه بالظبط قبل ما تبقى حامل، كل ده هنقول. بتكمليها انت صح؟ كمليها خلاص؟ ايه؟ لازم يموتوا يجيلهم، لازم خلاص؟ طيب كله يركز معايا بقى وربنا يتولانا. حد فهم الفكره؟ الديسكويد ما تخافش، السب اكيوت اللوبس تترعب زي ما هنشوف دلوقتي، اللي هو السيستميك. فهنا بقى ايه؟ لقوا، شوف بقى الشروط، شروط سهله جدا. انا عايز ام يكون عندها سب ايه؟ ده اول شرط. الشرط الثاني ان المرض يكون اكتف مش كنترولد. ما انا لو عامل كنترولد بالاسترويد و و و الانتي بادي تتر ايه؟ فالواد يعدي بسلام. لا، ده هي بقت اكتف. اللي حصل بمنتهى البساطه ان الام دي وهي عندها سب اكيوت ومش بتاخد دواء ولا اي حاجه، الانتي بادي اتنقلت للولد فعملت نفس المشكله اللي عندها بالظبط. ليه؟ مع نفس الانتي بادي. فالواد يتولد، مين يبص على الصوره دي؟ عنده انيولار ريجن في وشه، عنده انيولار ريجن ايه؟ في وشه. تيبيكال للانيولر بتاع ايه؟ مامته. عشان كده لو بيبي جاب المنظر ده، اول حاجه يقول لك اعمل رو في الام، يعني الواد ده سيبه في حاله ما تعملوش حاجه. هي لو الام الرو بتاعها بوزيتيف يبقى سب اكيوت، يبقى ده اتنقل وخلص لها خلاص، مش كده؟ طيب انا ليه مش خايف قوي؟ مش شاطر كده. الانتي بادي هنا تمبرري، يعني ايه تمبرري؟ الواد جهاز المناعه بتاعه ما طلعش حاجه، ولا حصل له التريات، ولا حصل له جينيتيك، ولا اي حاجه. ده هو كل بقى الامر مامته بعدين في شويه ايه؟ يخلص وخلاص. الانتي بادي هيعمل له تاثير، بس التاثير ده هيبقى ايه؟ مؤقت. تمبرري. ليه مؤقت؟ لان هي خلاص هيعمل بعد شويه، بعد 6 شهور ماكسيموم، ها؟
هيختبر الانتيبادي وهو مش هيعمل من عنده انتيبادي. وعلى فكره الكلام ده برضه حتى في الحاجه المفيده زي ما بقول لك هو ممكن تدي بروتكتيف انتيبادي لابنها اول ست شهور او ما اعرفش ايه فاهم. طيب المرض ده يبان في الاول النساء اللي هي دكتور علشان هو سيلف ايه؟ هل معاه سيستم؟ مين يقول ها؟ واحد وبص هو يا جماعه باختصار شديد صح بس اثنين اليمين يبقى كل خصائص الاثنين اليمين يبقى عنده سكيل ليجر انيولر والكلام ده كله وممكن في نسبه للسيستم بس مش كبيره من كام؟ 10 15 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
الرد لما يقولي ما تفرحش دي خالص انا عيني على ايه سيستم هل في سيستم متاثر ولا صح ولا ايه ما ده هيخيبكم غير سكار كمان المشكله لو في سيستم متاثر ايه السيستم اللي بيتاثر هم ثلاثه اللي هم بيتاثروا في النيوميتر احفظهم كويس جدا ليه دول هندور ايه ركز معايا لو بيروح الليبر بيعمل هيباتايتس ماشي وتلاقي الليبر انزيم بتاعه لو كده ده رقم ايه واحد يبقى انا قلت اعمل له ايه اعمل له الليبر انزيم اعمل له بيبي ابدومينال التراسام حاجه زي كده رقم اثنين بيروح الممر بس بيأثر على البليتلت فقط ما يأثر على السي بي سي ولا الوايت ديسيز فيعمل لك ايه سيتوبين تعمل ايه يعني تعمل بليدنج صح تعمل ايه بليدنج عشان كده الواد ده ممكن تلاقي عنده ايكيموزس ولا حاجه والمرض لما يجي في الوش وخاصه حوالين العين وربما كمان لو ايكيموزس حوالين العين ده بيسموه راكون اي زي اللي خدناها في البرايمر سيستميك اسمها راكون اي يعني زي الحيوان او الباندا اي حوالين عينيه كده في سبيرال يبقى انا دلوقتي الواد لما يجي هشيك على ايه الليفر هشيك على ايه هشيك على السي بي سي عشان اشوف البريتلت واعمل في ده حاجه خطيره جدا 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 لا ممكن يروح الهارد كمان الانتي بادي وتروح فين في الهارد بقى تروح الكونتاكتنج سيستم وفي زمان اسمه نور اس اي نور والباند احنا كان في باند في الخلايا البكين جي فايبر وما اعرفش ايه اس بي فايبر والله حسن بخص هيحصل ايه بقى ساعتها يحصل حاجه اسمها هارت بلوك هارت بلوك ان هو بيبوظ الباند اللي هي بتنقل الهامبس هارت بلوك اس سبورت بعدين ايه على فكره الحاجات كلها تمبرري بعد شويه الانتي بادي ايه تخلص وترجع لوضعها الطبيعي مين اللي مش بيرجع لوضعه الطبيعي ما خلاص عشان كده انت عندك ثلاثه اثنين ممكن يمشوا لانهم ريفرسبل بيسموه يعني ايه ريفرسبل شوت بيرجع قلبه وبعد شويه يرجع تاني الليفر الدايم عالي وهتبقى نورمالايز مين بقى اللي تبقى مرعوب منه طبعا العيان مش بيحصل له الثلاثه دول هم ده احصائيا دول اللي بيحصلوا فانت ممكن ده او ده او ده وما انا عامل ايه بقى لما الام تيجي تكشف عن النيميت اللي عنده انا اللي رايحين عندها تقول له فانس بيلعب مع روضه ممكن لسه مولود امبارح طب مولود مع روضه في احتمالات من ضمنها مين تعمل حاجه واحده بس تاخد هيستوري من الام بس هي يكون عندها روبس حصلا وعارفه تقول لها انت هو هي نفسها خلاص طالما هي عندها خلاص يبقى المرض ده شخص لو شخصته بقى الولد تعمله ثلاث حاجات اي سي جي والايكو ما اعرفش ايه ليفر انزايم سي بي سي ليفر اسسمنت وسونار والكلام ده كله لو لقيت حاجه هتعالجها ما لقيتش حاجه تقول لها ايه الحمد لله الموضوع كويس قال لك لا خد بالك ممكن الحاجه دي ما تظهرش دلوقتي ممكن تظهر كمان شويه حسب الاكل وانت امتى والتتر كام والكلام ده كله اعمل فول اب بس مش العمر كله اخر ست شهور حاجه انا بعد ست شهور خلاص حتى لو حاجه اتنقلت في شويه الواد عمره بتقعد تزله طول عمره في الكليه كده اقول له تعالى اما اشوف الاكل خلاص هم ست شهور وخلصت يعني فاهم ايه ست شهور دول تدور تقول طب بص الحمد لله احنا دلوقتي ما لقيناش حاجه بس ست شهور دول زي في الافلام العربي كده
دي مرحلة حرجة جدا. لو الست شهور دول عدوا على خير يبقى تمام، لو ما عدوش يبقى برضه تمام. ست شهور معنى كده ايه؟ انا ممكن الاقي حاجة وهو مولود خير وبركة، ما لقيتهاش ممكن تظهر ايه؟ شوية من رحمة ربنا كده. الفترة هيكتب منه ايه؟ على فكره الواد لو جاله جون ديستمبر كده ما هتعدي بسبب الليبر، جاله شويه بليدنج صغيره كل ده هيعدي خلاص لانه ريفرسبل. المشكله كلها في مين؟ هو على فكره ريفرسبل بس خلاص، ما هو في اللحظه اللي وقف فيها دي خلاص مات ولا ايه؟ طب بص القلب هيريح ست شهور كده يرجع تاني ان شاء الله. هو بس يعني سيبه كده ست خلاص خلاص الدنيا باظت. يعني من رحمه ربنا بقى يقول لك ايه؟ لو الواد اتولد سليم ممكن بعد كده يظهر له ليبر عادي خلال فترة ايه؟ ممكن يطلع له بليدنج خلال ست شهور، فانت تقعد جنبه كده ست شهور. الا القلب، القلب لا يتأثر ادفيرس لما يتأثرش. عارف دي معناها؟ الكلمة دي مهمة جدا تحفرها كده في رقبتك كده. يعني انا لو فحصت الولد ده ادفيرس وطلع كل حاجة فري والاتش دي بتاعه كويس والايكو كويس قول له يبقى ما فيش حاجة ومش هيبقى في ايه؟ خلينا في مين ها؟ هو طبعا تحس انه عادي خلص بدري بدري، يعني انا ليه اقعد 6 شهور بعدين اموته؟ ما يموت من الاول ليه اما نسيبه؟ فاهم يعني؟ تفكر فيها كده تلاقي ايه يعني الليفر والحاجات دي ممكن تيجي متاخر والامور تعدي. لكن موضوع القلب ده بعد 6 شهور ويبدا يقول بابا ويبدا يتخانق في البيت ويبدا يموت. اه طبعا طبعا يتحط بسميكر وبتاع وحاجات زي كده يعني. فانت بعد كده اول ما يجيلك على طول يقولك الواد ده كذا تقول له يا سلام دي الملائكه بيساء ده ما اعرفش ايه ده ده جميل ما تخليش حد يشوفه هو اسمه ايه تقعد تلعبي معاه كده. قولي ممكن بس طبعا ده قليل جدا الكلام ده. شوف دي ابوزيه دي تقول لك طب دلوقتي ما جاش حاجه على كده عشان ما اعرفوش عشان يموت مني حاجات زي كده يعني عشان يموت مني وانا ما شفتوش. في الغالب لا يعني في الغالب لا. ايه تاني فهمنا الموضوع ده؟ احنا قفلنا ايه بقى؟ ايه ده يعتمد على اللي يشوف هيكونوا عارفين ان هو لو الام عندها يبقى عارفين. اه بالظبط لا ما هي لو الام عارفه من الاول كانتش تبقى حامل كانت تاخد ادويه كانت تعمل كنترول زي ما هقول كمان شويه. بس الدنيا بايظه هي مش عارفه وانت مش عارفه فالمجتمع يتقابلوا مع بعض. لا ان شاء الله مش هيموت يعني بعد العلام ان شاء الله مش هيموت. الخلاصه ايه؟ احنا في انهي عيله دلوقتي؟ عيله مين؟ ها عيله الصب اكيوت. الريس بتاعها اسمه ايه؟ وفي منه نوع تاني ابنه ده البيبي بتاعه اسمه ايه؟ نيونيتال. ده انا بحذرك اولاد تبقى عارفه كويس جدا جدا جدا. نقلب الصفحه.